بين عنا اليوم صقر من الصقور يفتخر بأنه يشتري السلاح ويوزعه بسوريا ويفتخر أنه عم بيقدم كل المساعدات وهو وزملائه بجبهة 14 أدار. هالشي مش مقبول وبيتطلب إجراءات قضائية ضد النواب يلي عم يساهموا بهالحرب هيدي، لأن اللي عم يعملوه هو جناية. بالجرم المشهود زوروا وبالجرم المشهود ضبطوا، فبعد أن هللوا وطبلوا لما اعتبروه اكتشافا وصوروه تسليحا من الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر للمعارضة السورية، تسلك القضية طريقها إلى القضاء اللبناني، وقد انضم إليها تقرير قناة الجديد عن صحة التسجيلات التي عرضها صقر بشهادة بريطانية. الاثنين 24 كانون الأول 2012 سيتقدم الرئيس سعد الحريري بدعوتين وسيتقدم النائب عقاب صقر بدعوتين عبر وكيلهما القانوني ضد وسيلتين إعلاميتين زورتا مضمونا يسيء إلى الرئيس سعد الحريري، يسيء إلى النائب عقاب صقر، واستعملا هذا المزور وكادا أن يأخذا البلد إلى الفتنة وربما إلى أكثر من الفتنة. والسؤال، هل تكفي إحالة المحطة والصحيفة اللتين قامتا بالتزوير إلى محكمة المطبوعات؟ ليس منطقيا أبدا أن تكون نتيجة هكذا دعاوى أو شكاوى هو غرامة مالية معينة أو لفت نظر أو يعني تأنيب معين. أعتقد أن هاتين الجريمتين لا تقتصرا على مخالفة قانون المطبوعات، بل هناك جريمة موصوفة، هذه الجريمة هي التزوير، وهذا التزوير هو له بعد أبعد بكثير من البعد الإعلامي، له بعد تهديد للسلم الأهلي. وأنا أقول حتى هذا الملف هو أكبر ربما من إجراءات قضائية عادية. هذا الملف مطالبة الحكومة اللبنانية بأن تأخذ موقفا معينا، بأن تحمي أهلها ناسها من هكذا ممارسات، خاصة أن هذا النمط من هذه الممارسة ليس جديدا وليست المرة الأولى التي تقوم هاتان الوسيلتان الإعلاميتان ومن لف لفهما بهكذا تصرف مسيء. وواضح أن هذا المزور استعمل عن سابق إصرار وتصميم. ما قامت به محطة الأوتي في وجريدة الأخبار إذن لا يندرج وفق المتابعين في إطار السبق الصحفي، إنما يهدف إلى زرع الفتنة في لبنان، خصوصا وأنه ملف واكبه محور سوريا وقوى الثامن من أذار بمواقف حادة وبأصوات مرتفعة وصولا إلى مهزلة مذكرات نظام الأسد.